السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار معاكم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وفي أفضل حال. هنبدأ معاكم في سلسلة فيديوهات جديدة تبع مادة السيرابيوتيك، تمام؟ طيب، مادة السيرابيوتيك أصلا بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الإكسرسايز، استرتشات، الحاجات اللي بتعملها المريض لما بيبقى عنده مثلا تايتنس في المصل، عنده كونتراكشن، عنده مثلا ماسكولوسكيليتال ديزوردرز والحاجات زي كده، تمام؟ طيب، هنبدأ نتكلم من المحاضرة التانية في الكورس ده، تمام؟ يعني احنا هنسكيب المحاضرة الأولى عشان اوريدي هي كانت حفظ صرف، ما فيهاش أي نقطة فهم بمعنى أصح، يعني كله يعني بوزيشنز بتحفظ سباين ولاينج وهاي سيتنج والحاجات دي، تمام؟ طيب، هنبدأ في المحاضرة دي فيها السيرتشات وفلكسبيليتي، وهنتكلم عن الفسيولوجي بتاعة الماسل، تمام؟ تركيب الماسل، وهنتكلم عن الفلكسبيليتي ستريتش ازاي بنعملها والديوريشن بتاعتها والحاجات دي، ومن غير أي مقدمات يلا بينا ندخل في المحتوى على طول. أول حاجة هنتكلم عن السكيلت الماسل. احنا بما ان احنا هنعمل ستريتش للماسل فاحنا لازم نفهم ايه مفهوم الاسترتش بالنسبة للماسل، تمام؟ انت لما تيجي تعمل ستريتش بالماسل بتعمل ايه؟ او اقول لك انا اعرفك على التركيب بتاع المصل الاول، تمام؟ التركيب بتاع المصل، المصل بتتكون من ايه؟ بتتكون من فاسيكلز، تمام؟ الفاسيكلز اللي هي باندل، كل فاسيكل بتتكون من مصل فايبر، والمصل فايبر دي بتتكون من عدد معين من الساركومير. الساركومير ديت اللي هي وحده البناء العضليه بتاعه المصل، تمام؟ طيب، الساركومير بتتكون من تو بروتين، تمام؟ السك بروتين والسن بروتين. السك بروتين اللي هو المايوسين، تمام؟ والسن بروتين اللي هو الاكتين، تمام؟ طيب، وضعهم ازاي الاكتين والمايوسين دول في الساركومير؟ الساركومير دي اللي هي المنطقه اللي ما بين تو زد لاين في الوضع التشريحي ده، تمام؟ التو زد لاين اللي هو المنطقتين اللي باللون الاسود دول، او من تحت اللي هم باللون الاخضر. طيب، وضع السن بروتين والسك بروتين اللي هم المايوسين والاكتين، المايوسين دي بتبقى في النص كده حره فري، تمام؟ والاكتين بتبقى ماسكه في الزد لاين زي كده، تمام؟ طيب، طبعا ايه لما تيجي تعمل انت كونتراكشر، تمام، بيطلع حاجه اسمها كروس بريدج من المايوسين، تروح على الاكتين وتمسك فيها زي كده وبتسحبها عليها لجوه، ونفس الكلام في كل واحده، تمام؟ طيب، انت ايه وظيفه الاسترتش؟ الاسترتش مثلا لما بيبقى حصل كرامب او حصل اي حاجه في المصل ديت، فهي الاسترتش ده بيوضع او بيرجع وضع الاكتين والمايوسين للنورمال، يعني بدل ما هم مقربين قوي من بعض يروح يرجعهم من الاول، تمام؟ فاهمني؟ او سموا متباعدين عن بعض يرجعهم تاني. ده ايه وظيفه ليه الاسترتش؟ خليهم في الوضع النورمال بتاعهم بس. ادينا عرفنا مقدمه عن السكليتال ماسل والتركيب بتاعها، يلا نخش في الموضوع الاساسي بتاعنا اللي هو ايه؟ الاسترتشات والفلكسبيليتي. طيب، الفلكسبيليتي معناها ايه؟ معناها مرونه، تمام؟ فلكسبيليتي معناها مرونه، وبرضه هو موضحها في تعريف حلو تحت اللي بيقول لك اكسبريس رينج اوف موفمنت او رينج اوف موشن اراوند ايه؟ الجوينت. يعني كل ما الجوينت كان بيسمح بموفمنت اكتر حواليه، او الموفمنت واخده راحتها اكتر، فانت عندك ايه؟ مرونه، تمام؟ طيب، الفلكسبيليتي دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على كذا حاجه، منها الديزيز، الامراض، الديزيز ممكن تقلل الفلكسبيليتي، منها حاجه اسمها الاكستنسبيليتي والالاستيسيتي. الاكستنسبيليتي دي معناها ايه؟ معناها ان انت عندك او التشو والمصل دي عندها القدره ان هي يحصل لها اكستنشن او تتمدد، تمام؟ تتمدد من غير ما يحصل لها دامج، تمام؟ يبقى الاكستنسبيليتي هي الابيليتي تو اكستند وزود كوزنج تيشو دامج، يعني التيشو او المصل دي تقدر تمددها او تعمل لها ستريتش من غير ما يحصل لها دامج. طيب، الاستيسيتي دي معناها ايه؟ الاستيسيتي معناها ان المصل ديت بعد ما تعملت لها ستريتش تقدر ترجع للاوريجينال سايز بتاعها او الشيب بتاعها من غير اي ديفورميتي، تمام؟ يبقى عندي مصطلحين لازم اعرفهم، الاكستنسبيليتي والاستيسيتي. الاكستنسبيليتي اللي هي الابيليتي بتاعت الماسل ان انت يحصل لها ستريتش او اكستند، تمام، من غير ما يحصل لها تيشو دامج. طيب، الاستيسيتي ان هي الابيليتي بتاعت الماسل ان هي ترتين للاوريجينال سايز بتاعها او الاوريجينال شيب من غير اي ديفورميتي فيها او من غير اي تشوه، تبقى ترجع للوضع الاساسي بتاعها. طيب، في بيقول لك برضو عندي لو في ديزيز في الجوينت فده بيسبب لي لس فليكسبيليتي وبقى انكمفورتبل بوزيشن وبيسبب بين، ولو في ديزيز برضو بيسبب ليميت اوف رينج اوف موشن فهو كده بيعمل لي ايه؟ بور فليكسبيليتي طبعا، اكيد، تمام؟ هي بور فليكسبيليتي يعني الا في المرونه. طيب، بعد كده بيقول لي هنا سؤال، او هو مش سؤال، هو هنا احنا ليه بنعمل ايه الفليكسبيليتي، تمام؟ ليه بنعمل الفليكسبيليتي ستريتش؟ طيب، انت كشخص لسه بتجرو بتنمو
تمام. فانت مع العمر وقله الاكتيفيتي بتاعتك، وخصوصا في الوضع اللي احنا الحال اللي احنا فيه، انت بتقعد كتير مش بتتحرك، فالمصل بيحصل لها تايت والرينج اوف موشن بيقل، مش بتحرك عاده المفصل بتاعك في كل رينج اوف موشن، تمام. فبالتالي ايه، فبالتالي يحصل تايت للمصل، فبالتالي الفلكسبيليتي هتقل. فانت اول حاجه ليه بنعمل فلكسبيليتي؟ عشان نزود الفلكسبيليتي بتاعتنا او مينتين الفلكسبيليتي الاصليه، ان احنا نحافظ على الفلكسبيليتي بتاعت الجوينت، وعشان نزود الرينج اوف موشن، وكمان عشان نتفادى الانجري اثناء الاكسرسايز. طبعا دي الحته دي مناسبه اكتر للناس اللي بتلعب رياضه وجيم، والناس اللي بتلعب العاب قتاليه والحاجات دي، فهو زي بيقول لك ايه، بسخن قبل ما العب. ليه؟ عشان ما يحصلوش انجري. والتسخين ده اصلا بيبقى عباره عن ايه، فليكسبيليتي ستريتشات، تمام، ستريتشات للفليكسبيليتي. طيب وكمان بديفلوب البودي، تمام، وكمان بروموت سيركوليشن، بيحسن الدوره الدمويه، تمام. طيب هنا ازاي بقى بنعمل الفليكسبيليتي ستريتش؟ بنعمله 3 مرات في الاسبوع على الاقل، تمام. ممكن تعمله 4 مرات 5 مرات، ممكن تعمله طول الاسبوع عادي. الاستنزي الشده بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى مايلد، تمام. الديوريشن بتاعته بيقول لك، هو مكتوب في الداتا 30 سكند، بس الدكتور قال لك ممكن تحسبها 60، ممكن تعملها 90، كله ده شغال معاك. الريبيتيشن، التكرار بتاع كل ستريتش، تعمله من 3 ل 5 مرات، تمام. طيب هنا دي ازاي بعمل ستريتش؟ بعمله سلولي وسموثلي، بالراحه كده وببطء، ونو بونس او نيفر بونس. نيفر بونس معناها ان انت ما تشدش على العضله بيوند الفسيولوجيكال ليميت بتاعها، تمام، يعني مش تشدش على العضله اكتر من رينج اوف موشن اللي هي اخدها. طيب مينتين النورمال بريزنج، يعني تتنفس بهدوء كده او في طبيعتك، يعني ما تتوترش، وفوكس على الماسل انت اثناء بتعمل الاسترتش، تمام، وتحس الاسترتش، بس برضو ما تعملش استرتش جامد فتسبب ايه، تسبب تشوه في الماسل، تمام. يعني الماسل اللي يحصل لها تير ويبقى تير جامد كده، يعني ميبقاش كده انت عملت استرتش، انت كده دمرت المصر حرفيا، تمام. فانت في الاسترتش بس ما تزودش، يعني ميبقاش الاسترتش مؤلم خالص، تمام. طيب بعد كده عندي الفليكسبيليتي تايبس، انواع الفليكسبيليتي، تمام. عندي 3 انواع من الفليكسبيليتي: دايناميك فليكسبيليتي وستاتيك والستاتيك باسيف. في عندي ستاتيك اكتيف وستاتيك باسيف، تمام. طيب الدايناميك فليكسبيليتي، طبعا كل واحده لها اسم تاني غير الاسم ده، فلازم تحفظوهم يا شباب. الدايناميك فليكسبيليتي بيبقى اسمها كاينيتيك فليكسبيليتي، ستاتيك اكتيف فليكسبيليتي اسمها اكتيف فليكسبيليتي، والستاتيك باسيف اسمها باسيف فليكسبيليتي، تمام. طيب ايه الدايناميك فليكسبيليتي؟ الدايناميك فليكسبيليتي ان انا بعمل اكستند لللمب او اكستند للمسل ديت ثرو فور رينج اوف موشن وبنزلها تاني، بس هي دي الدايناميك فليكسبيليتي، تمام. يبقى الدايناميك فليكسبيليتي ان انا بعمل ايه، بعمل اكستند للمسل ديت ثرو فور رينج اوف موشن وبرجعها تاني، تمام. طيب الاستاتيك اكتيف فليكسبيليتي ديت بتظهر امتى؟ لما انت بترفع رجلك، تمام، او ترفع اي لمب او تحرك اي عضله ثرو رينج اوف موشن وتعمل لها هولد، تثبتها كده في البوزيشن ده من غير اي، او من غير ما تعمل لها سبورت باي حاجه، يعني تبقى مثلا ايه، عارف انت السولجر ووكينج اللي هي مشيه الجندي، بيبقى ايه مثبت رجله فوق زي كده، فهو مثبتها، تمام، يعني مثبتها من غير ما يسندها على حاجه، مثبتها في الهواء، فهو كده عامل ستاتيك اكتيف فليكسبيليتي، يعني موريك الفليكسبيليتي بتاعت الجوينت عن طريق ستاتيك اكتيف. معناها ايه؟ ستاتيك لان هو مثبتها، واكتيف ان هو مشغل عضلات جواها او ان هو بيمشي، تمام. فهو مشغل عضلات، مشغل ايه العضلات؟ العضلات اللي هي الاجونست، تمام، اللي هي مثلا الكوادرسبس، والانتاجونست واخده ريلاكس، تمام. فيبقى كده الستاتيك اكتيف فليكسبيليتي ان انت بتعرض الفلكسبيليتي بتاعتك عن طريق ان انت ايه، ليفتنج الليم، تمام، ثرو فور رينج اوف موشن وتعمل له هولد كده، ليفتنج وزود اني سبورت او زود اكسترنال سبورت، فيش غير بس الماسلز هي ايه اللي ماسكه الليم ده او ماسكه الرجل دي، تمام. طيب الاستاتيك باسيك باسيف فلكسبيليتي، يعني بص زيها بس في سبورت، تمام، انت رافع رجلك، تمام، عارض الفلكسبيليتي بتاعت رجلك كده، موري ان في فلكسبيليتي في الجوينت، بس من غير اكتف اكشن، باسيف، تمام. باسيف يعني مفيش اي شغل للعضلات، انت يعني مثلا رفعت رجلك حطيتها على كرسي كده، فانت كده ايه، عامل استاتيك باسيف فلكسبيليتي، فاهمني. اما لو انت رفعت رجلك كده في الهواء فانت عامل استاتيك اكتف فلكسبيليتي، الفرق ما بين دي ودي ان في سبورت بس، لا اكتر ولا اقل، تمام. طيب بعدين بندخل على فاكتورز بتاثر على الفلكسبيليتي زي الجوينت ستراكشر، الايج، الاستيستي، الجندر. طيب الجوينت ستراكشر، طبعا الجوينت ستراكشر اللي هو نوع الجوينت، تمام، الديجري فريدوم اللي بيسمح بها الجوينت، طبعا كل ما كان الجوينت بيسمح بديجري فريدوم اكتر كل ما كان فيه فلكسبيليتي اكتر،
كل ما بيبقى يسمح بأقل degree of freedom فايه برضو ايه بيبقى ايه الجوينت الفلكسبيتي بتاعته اقل. طيب الايج طبعا الايج ده بيأثر، كل ما انت بتتقدم في العمر بيحصل تيتنس للمصل او الجوينت بيحصل له ستيفنس فبالتالي مفيش فلكسبيليتي. الاستيسيتي الاستيسيتي ديت اللي هي المرونه بتاعت السكن التندر ليجمنت، طبعا كل ما يكون الليجمنت مرن التندر مرن السكن مرن اللي هو الجلد فبيزيد عندك فلكسبيليتي. طبعا في حالات اللي هي بيحصل بيرنت فيها تبقى في حروق وكده فالفلكسبيليتي بتبقى قليله. السلام عليكم، صوره برضو الحاله زي كده، ادي مثلا الصوره دي تمام، ده واحد حصل عنده حرق فبالتالي ايه الجلد لم على بعض فوضع ايده ايه كده فقلت الفلكسبيليتي في الايد، فاهمني؟ فالايد بص الرينج اوف موشن ضم على بعض خالص كده ديت في فليكشن، فهو لما يجي يعمل اكستنشن مفيش فلكسبيليتي للاكستنشن خالص تمام. طيب الجندر اللي هو ايه سواء في ميل او في ميل تمام، قال لك ان الفيميل بتبقى فليكسيبل اكتر من الميل تمام، وطبعا بما انها فليكسبل اكتر وبزيادة عن اللزوم فبتتعرض مثلا لخلع الكتف والحاجات زي كده. طبعا لو لو حد سبورتيف فبتبقى دي حاجه تاني خلاص، يعني الفيميل والميل لو يكونوا سبورتيف دي بتختلف دي حسب ايه حسب الوضع بتاعهم، لكن في الوضع العادي مش سبورتيف فالفيميل اكتر فليكسبل من الميل تمام. برضو عندي الاكسرسايز ده يعني لسه متكلمين عنها، لما تكون انت بتتمرن اكتر فالفلكسبيليتي عندك بتزيد تمام، بتكونش بتتمرن اكتر فالفلكسبيليتي عندك قليله. طيب الماسل ماس، كل ما يزيد الماسل ماس كل ما تقل الفلكسبيليتي، احفظوها كده، عندك زياده عضليه فبتقل الفلكسبيليتي، بس زياده عضليه اوفر مش الزياده العضليه اللي هي العاديه تمام. طيب بعد كده دخلنا في الـ cause of soft tissue shortening اللي هو الاسباب اللي بتؤدي الى tissue shortening او قله فلكسبيليتي. خلي بالك كل ما بقى تيشو شورتنج كل ما بيكونش فيه فلكسبيليتي تمام. طبعا برولونجد اموبلايزيشن ان انت بتبقى مثبت الجوينت او مثبت الليمب ده لفتره طويله تمام، ودي بتحصل اثناء الفراكشر لما حد حصل عنده كسر في ايده او حاجه زي كده فيتجبس، ف طبعا حصل له اموبلايزيشن لفتره طويله. وطبعا انت اصلا لما زي ما انت عارف لو الجوينت خد 14 يوم او 15 يوم من غير ما يحصل له تحرك يعني بامبوزيشن اكتر من 14 يوم فبيتكون جواه الديهيجن وفايبروس وبتبقى الحركه بتاعته قليله، فعشان كده الناس اللي بتعمل كسور قريبه من الجوينت بتتجبس فده لازم ياخد علاج طبيعي بعد ما يخلص على طول تمام. restricted mobility ان انت تبقى قاعد على سرير او قاعد على كرسي بعجل لفتره طويله فبالتالي حصل في shortening في الماسل او tightness تمام، فبالتالي ايه بيحصل عندك tissue shortening زي ما احنا بنقول والflexibility بتقل تمام. neuromuscular disease ايه neuromuscular disease برضو اللي بتسبب soft tissue shortening زي paralysis الشلل spasticity تمام والweakness والmuscle imbalance والpain. طيب احنا نركز اكتر حاجه على السبيسيتي ديت لان الدكتور ركز عليها وقال لي شويه اعراض بتاعتها. السبيسيتي ديت بتحصل او بتحصل مع الشخص الهيمبليجيا اللي هو الشلل النصفي تمام، ده بيقول لك اصلا الجوينت بتاعه كويس يعني جوينت كويس من جوه مفيش اي استراكشر تعيق ومفيش الديهيجن مفيش فايبروس الجوينت كويس من جوه تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان ده عنده خطب في الاشارات العصبيه اللي جايه من الدماغ تمام، بتلاقي فيه انكريس في التون تمام، فبالتالي بتلاقي ايه العضل شادد كده وحصل فيه شورتنت، بس هو ده السبيسيتي تمام. طيب هنا بعدين نكمل باقي الاسباب كونكتيف تيشو ديزيز زي مثلا ديرماتوماستوزيس وبوليوماستوزيس، طبعا دي بيبقى كل اخرها اي تي اس دي اعرف ان هي انفلاميشن. طبعا الديرما توماستوزيس ديت اللي هي ايه انفلاميشن في مين في الجلد وانفلاميشن في الماسل وانفلاميشن في البلوت فيزل في الثلاثه مع بعض. البوليمايستيزيس ديت انفلاميشن في العضلات تمام، الاوستيوارثرايتس انفلاميشن في العظم تمام، وبرضو بيسبب بين الحاجات دي وبيسبب لي ايه بيسبب لي السبب الاساسي اللي هو شورتنينج اوف التيشو. طيب برضو التروما نفس الكلام، الكونجنتيال والبون ديفورميتي. الكونجنتيال دي حاجات وراثيه تمام، وفرضوا في مثال لازم نعرفه اسمه تورتيكولس تمام، اللي هو طفل بيتولد لور ابدو تمام. استنى اوريك صوره برضو للحاله اللي زي كده، ادي دي حاله التورتيكولس، الطفل بيبقى ايه في رحم الام واخد وضع مش كويس تمام، ف
فبيتولد وهو عنده ايه، عنده تايتنس في سترنوكلوديوماستويد تمام، او شورت سترنوكلوديوماستويد في ناحية واحدة، فتلاقي رقبته لفة زي كده، ودي بتبقى حاجة وراثية تمام. فعندك ايه دي برضو ايه من اسباب التيشو شورتنج او الماسل تايتنس، وبالتالي فهتقل الفلكسبيليتي في الحالة ديت. طيب يا شباب كده بدأنا ندخل في الاسترتشات تمام. عندي 5 انواع من الاسترتشات، حاجة اسمها البلاستيك استرتش تمام، وحاجة اسمها الديناميك استرتش، والاكتيف استرتش، والباسيف استرتش، والسيلف استرتشنج. طبعا السيلف استرتشنج ده اللي هو ان احنا بنعمل استرتش العضلات بنفسنا تمام، من اسمها دي سهلة خالص. طيب اول حاجة عندنا اللي هي البلاستيك استرتش تمام. البلاستيك استرتش ده يا اما بيبقى باسيف او دايناميك استرتش، بس الفكرة ايه ان هو خلينا اطلق عليه البلاستيك استرتش، هو بيبقى باسيف او دايناميك، بس في حاجة بتحصل بيخلينا اقول عليه بلاستيك تمام. ايه اللي بيحصل؟ ان الاسترتش ده بيبقى فاست وجيركي، وبيبقى في اخره في حاجة اسمها دبل بونس تمام، في حركتين في الاخر. يبقى عندي البلاستيك استرتش تمام، ده باسيف او دايناميك ستريتش. باسيف يعني معناه انستربس اللي بيعمله، او دايناميك ستريتش ده اللي هو ايه البيشنت او اللاعب هو اللي بيعمله تمام. طيب بيبقى ازاي؟ بيبقى فاست، بتعمل تحرك العضله في الرينج اوف موشن بتاعها بسرعه تمام، ويبقى جيركي، ويبقى فيه دبل بونص في الاخر. دبل بونص في الاخر ان انت بتزق العضله او تعمل ستريتش للعضله كده ايه، بتزقها مرتين بيندر في السيرجيكال ليميت بتاعها، فاهمني؟ ان انت بتعمل ستريتش ليها. ف كده ايه، وطبعا دي مرتبطه بايه، البلاستيك ستريتش مرتبطه بالجيمناستيك، بالناس ايه اللي بتلعب جيم تمام، او الجيمناستيك او الناس بتاعت الجمباز اكتر تمام. فعندك كده ايه البلاستيك ستريتش دي، يا اما باسيف او دايناميك ستريتش، بيبقى فاست او جيركي تمام، ويبقى فيه دبل بونص على اخر الرينج اوف موشن تمام. طيب بعد كده الاسترتش التاني اللي عندي اللي هو الديناميك ستريتش، والديناميك ستريتش بحب اربطه بكلمه سويمر تمام، اللي هو سويمنج. دي الاسترتشات اللي بيعملها ايه السويمر او السباح تمام، بيقعد يسخن كتافه زي كده، فدي ايه اللي هي الديناميك ستريتش، ودي العدد بتاعتها بتبقى 8 ل 12 تمام. طيب بعدين عندي ايه الاكتيف ستريتش. الاكتيف ستريتش عايزين نربطوها يعني بحاله مهمه خالص، اللي هي حاجه اسمها كاربال تانل ريليز تمام. كاربال تانل ريليز ديت بنربطها بالاكتيف ستريتش، اللي هي مثال مميز او حاله مميزه بنستخدم فيها الاكتيف ستريتش تمام. وطبعا بيقول لك ان اي اكتيف ستريتش ممكن اسميه ايه سيلف ستريتش تمام. طيب الاكتيف ستريتش ده ليه 3 تكنيك بشتغل بيهم، يا اما هولد ريلاكس، يا اما هولد ريلاكس كونتراكت، يا اما انتاجونست كونتراكت. صلحوا الاجونست دي واكتبوا انتاجونست تمام، انتاجونست كونتراكت. طيب الكونتراكت ريليكس او الهولد ريلاكس كونتراكت ده ايه بالظبط؟ انا دلوقتي عندي عضله تايت تمام، عندي عضله تايت وعاوز اعمل لها ستريتش، فانا هستخدم 3 من التكنيكات دول. هنبدا اول حاجه بالتكنيك اللي هو الكونتراكت ريلاكس ده او الهولد ريلاكس تمام. اول حاجه همسك مثلا، فنفرض ان العضله التايت دي هي البايسبس تمام، فانا بدل ما اشد العضله في عكس الاكشن بتاعها اعمل لها ستريتش، لا انا هدي مقاومه للبيشنت واقول له ايه كونتراكت العضله التايت دي تمام. فهمتوها ازاي؟ يعني انا عندي دلوقتي عضله تايت، فانا لما اجي بعمل ستريتش لاي العضله بشد العضله ديت او يعني بعمل لها ستريتش في عكس الاكشن بتاعها، لا انا هحط العضله التايت دي في الاكشن بتاعها تمام، وادي للبيشنت مقاومه حلو تمام. لما ادي له مقاومه هصبر من 5 ل 10 دقائق، فمره في الثانيه في الثالثه كده هتلاقي ايه العضله حصل لها فتيج، تعبت مفيش مش قادره تنقبض، فبالتالي ايه الاسترتش هيبقى اسهل في الحاله دي. يبقى انا في حاله الكونتراكت ريلاكس او الهود ريلاكس تكنيك، التايت ماسل بحطها في اللينسك بوزيشن تمام، واديها مقاومه واقول للبيشنت كونتراكت او كونتراكت ضد المقاومه ديت او ضد الريزستنس ديت لمده 5 ل 10 ثواني، واكررها كذا مره الحركه دي لحد ما يحصل للماسل فتيج تمام، يحصل فتيج للماسل. ما دام حصل فتيج للمصل هيبقى الاسترتش عندك اسهل تمام، تقدر تعمل له استرتش باسف اسهل تمام. طيب دي كانت الكونتراكت ريلاكس او الهولد ريلاكس. طيب تاني حاجه الكونتراكت ريلاكس هو كونتراكت او الهولد ريلاكس كونتراكت تمام، دي بتعمل نفس الكلام اللي انت عملته، ان انت مثلا عندك التايت ماسل اللي هي البايسبس، فانت تدي البيشنت ريزيستنس وتقول له كونتراكت التايت ماسل ديت لمده 15 دقيقه لحد ما يحصل عندها فتيج، ومش بتكتفي بكده، لا العضله المقابله ليها اللي هي زي الترايسبس برضه بتدي له ريزيستنس عليها وتقول له كونتراكت بحيث تعمل فتيج للمصل دي وفتيج للمصل دي تمام.
ويبقى الجوينت عندك فري، تقدر تعمل ايه استرتش برضو براحتك، تمام. وبرضو اصلا لما انت بتيجي تعمل خلاص بعد ما عملت كونتراكشن للتات ماسل حصل لها فتيج، وتيجي تعمل كونتراكشن للانتاجونست ماسل اللي هي الترايس هيبس، فبيحصل عندك اشارات عصبيه بتخلي التات ماسل يحصل لها ريلاكس، تمام. دي تبع حاجه اسمها ريسيبروكال انهيبيشن، تمام. والريسيبروكال انهيبيشن دي معناها ايه؟ معناها ان انت في عضله معينه بيحصل لها اكشن، تمام، بتنقبض، فبتبعت اشاره عصبيه للبرين، فالبرين بيطلع اشاره عصبيه بيخلي العضله المعاكسه للعضله اللي بتنقبض يحصل لها ريلاكس، تمام. ده اللي هو الريسيبروكال انهيبيشن. يبقى الريسيبروكال انهيبيشن العضله لما بتنقبض بتبعت اشاره عصبيه للبرين، البرين يبعت اشاره عصبيه للعضله المقابله ليها او المعاكسه ليها في الاكشن، فيخليها تنبسط او يحصل لها ريلاكس، تمام. فاحنا بنستخدم الريسيبروكال انهيبيشن ده عشان يساعدنا في الاسترتش، فهمتني؟ فبقى عندي في الكونتراكت ريلاكس كونتراكت بعمل ايه؟ بمسك العضله التايت دي بديها ريزيستنس، بعمل لها كونتراكشن مره في الثانيه في الثالثه فيحصل لها فتيج، تمام. العضله المقابله ليها بعمل لها كونتراكشن اجينست ريزيستنس، تمام، فالثانيه ايه برضو ايه تتعب، فالجوينت يبقى ايه فري. طب في حاجه ثانيه بستفادها لما بعمل الاوبوزيت ماسل اوبوزيت ماسل كونتراكشن، ان هي بتعمل ريزوبريكال انهيبيشن. ريزوبريكال انهيبيشن ان هي تبعت اشاره عصبيه على البرين، فالبرين يبعت اشاره عصبيه للتايت ماسل اللي هي ايه يعتبر الانتاجونست للاوبوزيت ماسل، فايه يحصل لها ريلاكس. يبقى انا كده ايه ساعدت في الاسترتش من حيث الاشاره العصبيه، ومن حيث ان انا ايه الاسترتش بيأثر ان انا اعمله واسف، تمام. طيب برضو ايه الانتاجونست كونتراكشن، تمام، هو نفس الكلام، ان انا بدل ما اعمل كونتراكت للتالت مصر، لا مش هعمل كونتراكت للتالت مصر في الحاله ديت، لا انا هعمل ايه كونتراكت للاوبوزيت مصر، تمام. هعمل كونتراكت للاوبوزيت مصر. لما اعمل كونتراكت للاوبوزيت مصر هتشتغل بنفس الريزوبريكال انهيبيشن، فهتبعت اشاره عصبيه للبرين، والبرين يبعت اشاره عصبيه للتالت مصر اللي هي الانتاجونست للاوبوزيت مصر، تمام، ويحصل لها ريلاكس، فبالتالي ايه يبقى الاسترتش معاك ايه اسهل، تمام. نعيد عليهم عشان دول ثلاثه مهمين. اول حاجه عندي اللي هم الكونتراكت ريلاكس او الهولد ريلاكس. كونتراكت ريلاكس ده عندي تايت ماسل، تمام، بحطها في اللينسد بوزيشن، وبدل ما اعملها استرتش ان انا افردها عكس التايت اللي هي فيه عكس الاكشن اللي هي فيه، لا بديها ريزيستنس، واقول ايه واقول للمريض كونتراكت المصل ديت لمده 5 ل 10 ثواني، وبتكرر العمليه دي لحد ما يحصل فتيج. حصل فتيج للمصل هيبقى في سهوله عندك ان انت تعمل استرتش للمصل، تمام. طيب عندك بعدين الكونتراكت ريلاكس كونتراكت او الهولد ريلاكس كونتراكت، دي بتعمل نفس الخطوات بتاعه الكونتراكت ريلاكس، تمام، ان انت بتدي ريزيستنس للبيشنت على التايت مصل، وتقول له ايه كونتراكشن للتايت مصل لمده 5 ل 10 ثواني، وتكرر الحركه دي كذا مره لحد ما يحصل فتيج. وبعدين روح تعمل ايه، تخلي الاوبوزيت ماسل يحصل لها كونتراكت اجينست ريزيستنس برضه، تمام. فده هيخلي لك الجوينت بي فري، لان العضلتين حاليا عندك تعبانين، فانت تقدر تعمل ريزيستنس بسهوله، تمام. وبرضه ايه بيحصل ريزيبريكال انهيبيشن، طالع من الاوبوزيت ماسل رايح للبرين، والبرين يبعت اشاره عصبيه للتايت ماسل اللي هي اللي احنا شغالين عليها، فيحصل لها ريلاكس، تمام. دي برضه هتسهل معاك في مين، في الاسترتش. الاجونست كونتراكشن، تمام، دي هنعمل ايه، هنعمل الجزء الاخير بس اللي هو هندي ريزيستنس على الاوبوزيت ماسل، مش التايت ماسل، لا الاوبوزيت ماسل. الاوبوزيت ماسل ندي عليها ريزيستنس ونخليها تنقبض، فبالتالي هتعمل ريزوبريكال انهيبيشن، تبعت اشاره للمخ، والمخ يبعت اشاره لمين، للتايت ماسل، فيخليها تعمل ريلاكس، فبالتالي ايه بيساعد معانا في الاسترتش، تمام. دي اقصى حاجه ممكن اوضحها في النقاط دي، لان انا فاهمها بالطريقه دي، فان شاء الله تفهموها، تمام. نكمل. بعدين عندي الباسف استرتش. والباسف استرتش ده اللي هو سيرابست او ماشين بتعمل لك استرتش للعضله دي، يعني انت مش بتدخل عضلاتك او الفورس بتاعت العضلات بتاعتك ان انت تعمل استرتش، لا البيشن ده انت اللي بتعمله استرتش، تمام، او الماشين بتعمله استرتش، تمام. طيب مانوال باسف استرتش، ان السيرابست او حضرتك ان انت اللي بتعمل ايه للبيشنت الاسترتش ده هو اللي بيقصد بيه مانوال باسيف استرتش. طبعا بتعمل له الاسترتش، والاسترتش مثلا 30 ثانيه لكل عضله، وبتعمل له بتعمل ثلاث مرات في الاكسرسايز سيشن، تمام. برضو ايه في عندك البرولونجد ميكانيكال باسيف استرتش. برولونجد ميكانيكال باسيف استرتش ان انت بتستخدم الماشين ان انت تعمل الاسترتش ده، وطبعا بنستخدمها اكتر حاجه مع الناس الرياضيين، ان انت بيبقى عندهم ماسل باور اكتر،
وعادة بيبقى فيه عندهم شد عضلي، فانت مش هتقدر تعمله، فالافضل تستخدم ايه؟ ماشين. طبعا بتظبط الماشين دي على وزن معين بيعكس اتجاه الاكشن بتاع العضلة، وبتظبطه على وقت معين مثلا من 15 ل 30 دقيقة، وبتعمله مثلا 3 4 ايام في الاسبوع. تمام. طيب السيلف ستريتش، السيلف ستريتش زي ما قلنا انت بتعمل ستريتش لنفسك زي الراجل اللي تحت ده هنا بيعمل ستريتش للهامسترنج. تمام. بعد كده عندي الجول اوف ستريتش. تمام. الجول اوف ستريتش او الاهداف اللي بستفادها من ان انا اعمل ستريتش لعضله معينه. اول حاجه او ببساطه هم استفادتين مهمين خالص. اول حاجه ان انت بتزود الموبيليتي بتاعت الماسل ديت او الموبيليتي بتاعت الجوينت عموما، وبتزود الفليكسيبيليتي بتاعت الماسل. تمام. يبقى انت تحفظ الاثنين دول، بتزود الموبيليتي وبتزود الفلكسبيليتي، وكمان تضيف عليهم ايه؟ ان انت بتقلل الريسك بتاع الماسكولو تندرنس انجري، يعني بتقلل الريسك بتاع ان يحصل عندك قطع في التندر بتاع المصل. تمام. لان دلوقتي المصل عندك بتستجيب لاعلى اكستنشن من دي، ان انت تمددها لاكتر حاجه، وان انت بتعملها استرتش متعود على كده، غير لما تيجي مثلا تتدرب من غير استرتشات، فمره واحده مثلا تفتح الكوع بتاعك على الاخر فيحصل لك ايه؟ بايسبس تندون تير. تمام. لكن هي دي ايه فايده من فوائد الاسترتش؟ ان هي بتقلل الريسك ان يحصل عندك حاجات زي كده. تمام. طيب بعدين عندك البروسيجر اوف الاسترتش، ازاي بتعمل الاسترتشات، ايه طريقه تعمل الاسترتشات. طبعا احنا لسه كنا قايلينها مشوار هنعيد عليها بشويه حاجات تاني. بيقول لك اول حاجه بتموف الليمب او المكان اللي فيه العضله ديت او الدراع او الرجل. تمام. بتحركه سلولي سلو فري رينج اوف موشن، الرينج اوف موشن المتاح ليه. طبعا انت الناس اللي بتعملها ستريتش ديت بيبقى عندها ليميتيشن في الرينج اوف موشن، صح؟ فانت مش كل الرينج اوف موشن مفتوح عنده، فانا بقول لك تحرك الاكستريميتي او تحرك الليمب ده في الفري رينج اوف موشن لحد البوينت اوف ريستريكشن، لحد البوينت اللي هو مش قادر يقول لك لا خلاص ما تحركش تاني. تمام. فهنا بتبدا بقى الاسترتش بتاعك. تمام. اول حاجه بتمسك البروكسيمال بارت والديستال بارت، بتثبت البروكسيمال بارت. تمام. تعمل ستابلايزيشن للبروكسيمال سيجمنت او البروكسيمال بارت، وبيتحرك الديستال بارت. تمام. طيب يعني مثلا ايه واحد عنده ايه زي ما نقول ايه ديكريز اوف رينج اوف موشن في الشولدر جوينت، انا هعتبر ده الشولدر جوينت وادي ايه الارم. تمام. وادي ايه الرينج اوف موشن. تمام. المفروض ان هو ايه يجيب رينج اوف موشن لحد هنا. تمام. لا هو جايب رينج اوف موشن لحد هنا بس. تمام. وده ريستريكتد بالنسبه لي، ده رينج اوف موشن واقف فيه، فانا هحرك الارم بتاعته من هنا لهنا سلولي. تمام. واقف لحد هنا، بالنسبه لي ده الديستال بارت وده البروكسيمال بارت، فانا هثبت البروكسيمال بارت اللي عند الجوينت هنا، وهمسك الديستال بارت. الديستال بارت ده اللي هو هبدا ازقه منه واعمل منه ايه استريتش، هفضل ازق هنا بالراحه بالراحه سلولي وجنتلي. تمام. واعمل استريتش لمده 30 ثانيه، واكرر اعمل ريليز واسترتش ريليز واسترتش. تمام. واكرر البروسيجر ديت مثلا 3 4 مرات في الجلسه، واكرر الموضوع ده 3 ل 4 مرات في الاسبوع. تمام. بعدين كده دخلت على الانديكيشن، الانديكيشن اللي هي الحاجات المستدعيه استرتش. طبعا لسه قايل لك واحد منها لما يكون يجي لك مريض عنده ليميتيشن اوف رينج اوف موشن. تمام. ادي ليميتيشن اوف رينج اوف موشن، واحد عنده سكار. تمام. سكار تيشو فورميشن، دي الصوره اللي انا كنت موريها لكم بتاعت الحروق، الراجل اللي عنده حرق كده مقل الرينج اوف موشن مقل الفلكسبيليتي عنده. تمام. برضو الناس اللي عندها سكريتال ديفورميتي. تمام. لما بيحصل عنده ليميتيشن فبيتكون عنده بعض الديفورميتي في الجوينتس. تمام. فلازم تعمل له ايه استريتشنج. اللي عندها ماسل امبالانس. تمام. او ماسل ويكنس. تمام. او في ناس عندها تايتنس في الماسل، دي برضو ايه من الانديكيشن بتاعت الاسترتشنج. تمام. بعدين عندك الكونترا انديكيشن، كونترا انديكيشن دي الناس اللي ممنوع تعملها ستريتشنج. تمام. زي مثلا موجود عندك بوني بلوك. تمام. بيليمت الجوينت موشن، ده ما تقدرش تعمله ستريتش، ان انت عندك الجوينت اصلا في حاجه طالعه في الجوينت جوه فعامله ليميتيشن للموشن بتاعته، فده لازم تدخل جراحي. تمام. بعدين عندك ريسنت فريكشر، الناس اللي لسه مكسوره ده ما ينفعش تعمل له ايه ستريتشنج عشان ما تزودش الكسر عنده. تمام. الناس اللي عندها انفليميشن. تمام. الناس اللي عندها سويلنج في الجوينت، ده ما تقدرش تحرك الجوينت اصلا، هيحصل له بين. تمام. لو في وجود شارب بين برضه نفس الكلام. تمام. في عندك لو الناس عندها هيماتوما. تمام. او تروما، لو عنده اصابه في الجوينت. تمام. والتروما دي واضحه فبرضه ايه ما تعملهوش ستريتش. برضه الناس اللي عندها باراليسز وسيفير ماسل ويكنس، دي مش هتقدر تعمل لها ستريتشنج، الناس اللي عندها سيفير ماسل ويكنس وباراليسز. تمام.
ابريكيشن. ابريكيشن دي الحالات اللي انت بتعملها ستريتشنج لازم تاخد الحذر، تمام، او حاجات تحذر ان انت بتعملها وسط الستريتشنج. اول حاجه ما تضغطش على الجوينت، تمام، ما تضغطش على الجوينت ما دام هو مش راضي يجي معاك في رينج اوف موشن، ما تضغطش عليه، ما تضغطش عليه بوينت استرونومر رينج اوف موشن، تمام. طيب برضو الناس اللي عندها اوستيوبروسيس، تمام، الناس اللي بتاخد ستيرويدز، تمام، الناس الاولد ايج، ناس الاولد ايج دي برضو ايه لازم تتعامل معاها بحذر، تمام، دي برضو ايه تتعامل معاها حذر اثناء الاسترشاء، تمام. طيب برضو ايه بيقول لك تتجنب الفيرجاس ستريتشنج، يعني معناها ان انت تتجنب انك تعمل ستريتشنج بالقوه، يعني هي المصل مش جايه معاك خلاص ما تعملهاش ستريتش، تيجي معاك زي ما احنا قلنا بتعمل ستريتش بسيط وسموثلي بتلاقي المصل بتيجي معاك، لا انت بقى ما تعملش ستريتش بالقوه فيرجاس، تمام، ما تعملش ستريتش اجريسيف فبقى كده ما بقاش اسمه ستريتش، لا ما تعملش كده خالص، تمام. برضو لو الجوينت في بين زي مثلا احنا قايلين جوينت في سويلنج، جوينت حواليه تروما، دي برضه ما تنفعش تعمل معاه ايه الاسترتش، تمام. طبعا بيقول لك افويد الاسترتش لو في سكسسبلت اوف انجري، لو في انجري، وبرضه تافويد الاسترتش لو في اديما او في بين، والناس الكبيره الاردر بيشنت لازم يبقى ليهم او تعرف ان ليهم فلكسبيليتي اقل، فبالتالي تتوخى الحذر في الاسترتش، يعني ما تضغطش ما تعاملهوش زي ما تعامل واحد شاب زينا، تمام. لا الراجل اولدر ايج ده عنده الفلكسبيليتي قليله اصلا، ده مع مرور الزمن دي حاجه طبيعيه، تمام، فبالتالي الاسترتش بتاعه ما بقاش اجريسيف زي ما معانا احنا، يعني انت فاهم، يعني انت بتعمل استرتش لكامل رينج اوف موشن عند شخص شاب، شخص عجوز او الدير ما ينفعش تعمل له استرتش لنفس الشاب، يعني فاهم، مش نفس الرينج اوف موشن. هم يا شباب هنا في معانا بعض المصطلحات زي التايتنس، الكونتراكشر، الريفرسبل كونتراكشر، تمام. التايتنس ديت اللي هي ديكريز او مايلد ديكريز في اللينس بتاع السوفت تيشو او المصل، تمام، المصل بيحصل فيها ديكريز في اللينس بتاعها مش هتقدر تجيب الفور رينج اوف موشن، ده اللي هو ايه التايتنس، تمام. طيب بعدين عندي الكونتراكشر. الكونتراكشر ديت لما واحد يبقى عنده حروق في ايده، تمام، وزي ما احنا شايفين شايف الجلد هنا داخل على المسلز وخالص، تمام، بس ده ايه الكونتراكشر عادي، اقدر اعالجه البوزيشننج والاسترتشات ويرجع للحاله الطبيعيه بتاعته، تمام. اما بعدين في حاجه عندي اسمها الريفرسبل كونتراكشر. الريفرسبل كونتراكشر ده حاجه شخص مولود بيها، تلاقي عضمتين والحمام في بعض، تندون لحم في تندون، الدنيا بايظه خالص كده، انت مش هتقدر ايه تعمل فيها علاج طبيعي خالص، تمام، دي هتبقى تحتاج زي ما نقول ايه تدخل جراحي، تمام. الاوفر استرتش، تمام، الاوفر استرتش دي بتبقى ان انت بتعمل استرتش بيوند النورمال رينج بتاع الموشن اوف الجوينت، تمام، تعمل استرتش للجوينت بيوند النورمال رينج او بيوند الفيزيولوجيكال رينج، ودي طبعا بيستخدموها الناس بتوع الجيمناستيك بتاعت الجمباز، الناس بتاعت السبورت الالعاب القتاليه برضو بيحتاجوا ان يعمل استرتشات بوينت الجوينت الرينج اوف موشن بتاع الجوينت، تمام. بعد كده يا شباب انا عندي حاجه مهمه اسمها الجولجاي تندر اورجان. طيب الجولجاي تندر اورجان دي هي ديت سنسوري ريسبتور، موجوده في مين؟ موجوده في الفايبرز بتاعه التندون اوف الماسل، تمام. انت بتيجي تتساءل لما انت بيحصل عندك كونتراكشر جامد في الماسل، ليه الماسل مش بتفلت من التندون؟ دي سببها مين؟ الجولجاي تندر اورجان. الجولجاي تندر اورجان بما انها ريسبتورز موجوده في التندون او الفايبرز اوف التندونز، فهي لما بيحصل اوفر كونتراكشن في الماسل او بيحصل فيها يطلع لها اوفر تنشن، بتطلع تنشن اكتر، فبالتالي تتحفز الريسبتور دي فبتبعت اشارات عصبيه للبرين، فالبرين يعمل ريفلكس، فبالتالي يحصل ريلاكس للعضله ديت، تمام. طيب بعد كده في عندي حاجه مهمه هي مش مكتوبه هنا اللي هي الماسل سبندل، تمام، الماسل سبندل. الماسل سبندل دي وظيفتها ايه؟ دي بتبقى برضه موجوده في التندون، وظيفتها ايه؟ ان انت لما تيجي تعمل كونتراكشر في الماسل ديت، فالمصل سبندل ديت بتبعت اشارات بخاصيه الريزوبريكال انهبيشن للبرين، فبالتالي بيخلي الاجونست الانتاجونست مصل او العضله المعاكسه يحصل لها ريلاكس. وطبعا المصل سبندل دي حساسه لايه؟ حساسه للاوفر استرتش، لما يحصل عندك اوفر استرتش فبتنبه بتطلع افرازات طبعا بتروح للبرين، فتنبه ان العضله دي بيحصل فيها اوفر استرتش، فتضطر العضله دي تنقبض، وبالتالي المصل سبندل دي مسؤوله عن حاجه اسمها الريفلكس، تمام. الريفلكس دي اضرب لكم مثال ليها، لما انت تبقى قاعد زي كده ويتنى ركبتك، تمام،
فيجي الدكتور يضرب لك على ركبتك في المنطقه دي عند التندون اوف الكوادريسبس، فالكوادريسبس في الحاله دي حصل لها ستريتش، تمام؟ فلما تيجي تضرب فتحفز المصل سبندر، فالمصل سبندر يبعت اشارات للبرين فيقول ان دي اوفر ستريتش، فبالتالي تحصل فيها كونتراكشن، فتلاقي ايه رجلك عملت اكستنشن، تمام؟ دي مثال على الريفلكس بتاع المصل سبندر، تمام؟ طيب بعدين عندي هنا بيتكلم عن الاستريكشن اوف كونكتيف تيشو، دي اتكلمنا عليها في السلايدات اللي كانت اللي فاتت. هنا برضو بيقول لك لو كونكتيف تيشو مش موبيلايزد هيحصل له شورتنت، تمام. بعدين احنا ايه ندخل على الاسترتشات، تمام. الاسترتشات اللي عندي حاجه اسمها السباينال تويست، ودي بتعمل استرتش للسباين، تمام، من اسمها. هم بص كلهم تحفظ شكل الصوره والاسم بتاعها. الهامسترنج ستريتش بتعمل الاسترتش للهامسترنج، تمام. الكالف ستريتش بتعمل استرتش لعضله السمانه هنا. وعندك الشيست ستريتش بتعمل، طبعا كل الاسترتشات اللي بتعملها انت بتبقى عكس الاكشن بتاع العضله، تمام. انت بتعمل استرتش عكس اكشن العضله اللي هي وضعت الاسترتش دي. يعني مثلا عندك الشيست ستريتش هنا بيعمل ايه، هوريزونتال ابدكشن، تمام، عامل ايده على الحيطه وبيعمل هوريزونتال ابدكشن، عكس عكس الاكشن بتاع مين، الشيست، او عكس الاكشن بتاع البكتيريوليس ميجر، تمام. هنا عندك شولدر ستريتش بيعمل استرتش للشولدر البوستيرور دلتويد، بيعمل برضه ستريتش للبوستيرور فايبر اوف الجوينت، او البوستيرور فايبر اوف الكبسول اوف الجوينت، تمام. هنا برضه بيعمل استرتش للكوادريسبس، كوادريسبس ماسل، هنا بيعمل ايه فليكشن، فواخدها في العكس عكس الاكشن بتاعها فبيعمل لها ايه استرتش. في برضه عندك الفور ارم استرتش، واخدها في الاكستنشن فبيعمل ايه، بيعمل استرتش للفليكسور، تمام. في عندك ترايسبس استريتش، واخدها في اللينسد بوزيشن بتاعها وبيعملها استريتش، ده سيلف استريتش، كلها دي سيلف استريتش بما ان هو بيعمل لنفسه، تمام. الانر ساي استريتش نفس الكلام، بيعمل الابدكتور، قصدي في الانر ساي استريتش بيعمل الادكتور ماسل، تمام، مش الابدكتور، الادكتور ماسل، تمام. الكات باك استريتش ديت، او الكات كو استريتش ديت، بيركز اكتر على الفلكسبيليتي، وطبعا بيعمل استرتش لعضلات المصل، العضلات الباك، تمام. اللمبر او اللور ريجون الاسترتش بتاعها ده بيشتغل على منطقه اللمبر او اللمبر سباين. وبعدين عندك اخر حاجه بتاعت الجلوتيال والبوتوك استرتش، بتعمل استرتش للجلوتس ماكسيموس و جلوتس ميديس والابدكشن، تمام. بس كده احنا خلصنا المحاضره. طبعا انت الاسترتشات اخر كام حاجه دول تحاول تحفظهم بعينك، تمام. برضو ايه يعني، هي ايه المحاضرة مش هينة، ما تستهونش بيها، تمام. واحنا عملنا اللي علينا، وحاولت ابسطكم على قد ما اقدر، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.